طيب نكمل نطلع على هاي. اذا حكينا 380 هذا هون الكرنت. لو بدي احسب الانبوت باور، هل بقدر احسب الانبوت باور لهذا المحرك؟ خلينا نحاول نحسب الانبوت باور لهذا المحرك. كيف بدي احسب الانبوت باور؟ هل عندي الفولتج؟ هل هذا لاين فولتج ولا فيز فولتج؟ لاين. هل عندي الكرنت؟ هل عندي الباور فاكتور؟ هل احنا الباور فاكتور مش عارفين شو ناخذ منه؟ خلينا نحسبه نشوف. خلينا ناخذ بوينتين. هل هاي راح تكون انبوت الكتريكال باور ولا اوتبوت ميكانيكال باور؟ انبوت. انبوت هي ان الكتريكال بتساوي جذر 3 380. والله حد يحسب الاله الحاسبه. خلينا ناخذ 2.8 في بوينت. ليش اخذت الكرنت فولتج من الولد يعني؟ انا ممكن لا هو فول لود، بس احتمال انه ال 1.6 بتصير لما الباور فاكتور 1 وال 2.8 لما الباور فاكتور 0.8 يمكن يكون. خلينا نشوف قديش بيطلع معك الرقم. 1842 1840 42 بسرعه نعم. بس ايش اللي بدي احسب؟ كيف بدي اعرف بالضبط هذا الشيء؟ وين يرجع عشان يعرف المعلومات هاي دول؟ بدنا نرجع نتاكد اول شيء انه هذا المحرك سينكرونس ولا انت. انا بديت اشك الان انه هذا سينكرونس. مضروبه في 0.8 اخر شيء. ضربتها في 0.8 1474 واط. ايش بنقارنها؟ بنقارنها بال 800 واط اللي موجوده هون. خلينا نجرب اذا هذا هي رقم من هون. هلا لو هذا الرقم صحيح معناها بكون عندي الافشنسي قديش؟ 800 على 1474 قديش بيطلع هذا الرقم؟ 54%. هذا يبدو انه رقم صغير. هلا ممكن ال 2.8 تكون 1.6. خلينا نجرب ال 1.6 نشوف. فبصير عندنا الانبوت الكتريكال باور لو اخذنا ال 1.6 بتصير عندي جذر ال 3 في 380 في 1.6.8. قديش بيطلع هذا الرقم؟ 840 42 واط. وهلا الافشنسي بتصير اذا هذا صحيح 800 على 840 42 قديش بيطلع هذا الرقم؟ 94%. هلا انا الصحيح بدون معلومات اضافيه صعب احدد بالضبط. بدي ارجع احاول ارجع، كيف ممكن تفتش زياده؟ ايش ممكن تعمل؟ ايش ممكن انتم تعملوا بالحاله هاي لو انت بدك تجيب معلومات اضافيه؟ شو ممكن تعمل؟ تمام. وين عندي رقم افتش عليه؟ طيب تمام عندي التايب. فلو جينا عملنا هلا سيرش في جوجل على SE2662 5M ممكن تهمل ال 5M وتركز على الارقام. يمكن 1.6 2.8 هي وحده فيك وحده RMS. لا ما بصير. ما في دائما بالصناعه ما بنستعمل. هلا ممكن يكون في حالتين، حاله بارشل لود او يبدو هدول الارقام اللي هون موجودين بعطونا الرقمين هذول. ممكن دلتا واي ما فيش مش معطيني دلتا. كلامك كويس ممتاز اللي انت التعليق اللي بتحطه، بس هون مش معطيني الاوبشن نعمل دلتا. هلا رح تشوف محركات ثانيه فيها هاي الاشياء. اوكي ماشي. فتشوا جيد انك تفتش وانت تفتش وتشوف شو اللي بيطلع معك. هي عندي الاي بي 20. هلا كمان عندنا هون في شيء اسمه انسوليشن كلاس بي. ايوه بدي اسال سؤال. Insulation class انتوا يمكن مش شايفينها مضبوطة. IS class B هاي بتحكي لي عن ارتفاع درجة حرارة الوايندنجز الداخلية لما بشغله. كل واحدة من هذول لها ارتباط بدرجة حرارة، ما راح ادخل انا بتفاصيلها هلا انتوا راح تفتشوا عليها، بس في عندي Insulation class A و B و F و H وهذول لهم معاني industrially. هذا اذا Insulation class عن ايش بيحكي؟ بيحكي عن قديش بترتفع درجة حرارة الوايندنجز الداخلية لما بشغل هذا المحرك بعد ما اشغله فتره طويله. مش الكيس، عم نحكي عن الوايندنجز الداخليه. ففي داخل المحرك قديش بترتفع درجه حراره الوايندنجز الداخليه لما بعرض هذا السيستم بحطه اندر لود، قديش ترتفع درجه الحراره. اوكي. ففي اربع انواع او في اربع ريتنجز A B F، واعلى درجه حراره هي H بتحملها هذه الوايندنجز. بس على الاغلب S. انا والله مش انا بديت اشك لما شفت الارقام. هو الـ SE2662 بس 3G مش SF.